مرحبا ويعطيكم العافية. مثل ما حكينا بالفيديو الماضي عن أنواع الأحماض الأمينية ومزاياها، اليوم رح نحكي عن فوائد الأحماض الأمينية وأضرارها. رح نبلش بالـ BCAA. الـ BCAA هو عبارة عن ثلاث أنواع أحماض أمينية أساسية اللي هن الأيزوليوسين والليوسين والفيلين. رح نبلش بالأيزوليوسين. فوائد الأيزوليوسين: التقليل من تلف العضلات وإصلاحها، يساعد على إصلاح أنسجة العضلات بالتعاون مع الليوسين والفيلين، وبيزيد من قوة التحمل أثناء التمرين، ومهم في تصنيع الهيموغلوبين في الدم، وبيحافظ على تنظيم السكر وبيقلل هدم العضلات. أعراض نقص الأيزوليوسين خطيرة جدا، اللي هي هزال العضلات ورجفان العضلات. الآثار الجانبية للأيزوليوسين: إذا التزم الشخص بالجرعة اليومية الموصى بها فلا يوجد له آثار جانبية، ولكن إذا أخذ الشخص جرعات عالية فهذا يؤدي إلى الغثيان والإقياء وانتفاخ المعدة. المصادر الطبيعية للأيزوليوسين هي البيض والدجاج ومشتقات الألبان والجرجير والسلق والصويا والعدس والسمسم. الليوسين: فوائد الليوسين: مفيد في تكوين العضلات، مفيد في تكوين عضلات جديدة، بيحفز الليوسين على تكوين بروتينات عضلية جديدة، وبيمنع انهيار العضلات، وبيساعد الليوسين على تجنب فقدان الكتل العضلية أثناء الراحة أو المرض أو التعافي، وبيعزز من الأداء الرياضي يعني القوة، يعني إنه الليوسين بيحفز نمو العضلات، وبيساعد كمان على قدرة التحمل أثناء التمرين. أثناء التمرين الجريء يفقد الجسم مستويات الليوسين بشكل ملحوظ، مما يشير إلى زيادة الطلب والامتصاص من قبل العضلات. يحسن الليوسين المناعة لدى الجسم، حيث ينشط جسمك على محاربة البكتيريا. مصادر الطبيعية لليوسين: اللحم البقري، صدور الدجاج، المكسرات، التونة، البيض والحليب. هلأ عنا الفيلين. فوائد الفيلين: بيساعد على إمداد العضلات بجلوكوز إضافي لإنتاج الطاقة أثناء التمارين المكثفة، زيادة النشاط التلقائي بعد التمرين، مما يساهم في تقليل التعب والإرهاق. الآثار الجانبية للفيلين: من المهم الالتزام بالجرعات اليومية الموصى بها، لأن زيادة الجرعات قد تؤدي إلى الهلوسة وانخفاض وظائف الكبد والكلى. الأطعمة التي تحتوي على الفالين الطبيعي: منتجات الألبان وخاصة الجبن والزبادي، البيض واللحوم الحمراء مثل اللحوم البقرية والأسماك وخاصة أسماك السلمون، ومصادره النباتية هي المكسرات والفاصوليا، الفول والحمص والعدس.